ممكن يجي نفس العيب. بقول لك ايه، ما تيجي نشوف راي الشارع. يلا. احنا شرحنا كل حاجه، انا عارفه ان انت هتخش على هجر حامي جدا، فتعالى نهدي شويه ونشوف التقرير اللي في الشارع ونرجع تاني. ماشي. يلا بينا. ازاي بقى هي عايزه تنتحر كذا مره وبتقول عندي طموح وعايزه ابقى دكتوره وعايزه اعمل لبابا وماما، وهم اكتر الناس انت بتتكلمي يعتبر وبتشتكي عليهم، فاللي هو ازاي برضو كلام بالنسبه لي مش منطقي. ده دي بوينت. البوينت الثانيه، انا بالنسبه لي انت عندك حلم اسعي واجري وراه لحد ما توصلي له. انت عايزه تبقي دكتوره، ما تقوليش لا انتحر، لا اسعي واثبتي نفسك لحد ما توصلي للمكانه اللي انت عايزاها، وبعد كده تثبتي للناس كلها لا انا ايه. انما ده مش منطق ان انت تقولي لا انا هتخلى عن الدكتور، مش عايزه تبقي دكتوره تقريبا، هتخلى عن كده وهتخلى عن النادي وهتخلى عن الكاراتيه اللي هي بتلعبه وعن الانشطه كلها، ولا اصلا بيتريقوا عليا. لا يبقى انت كده ما عندكيش حلم، ده كلها اوهام بقى يعتبر. مشكله فيها ولا اولا في اهلها. ليه بقى؟ لان هما عرضنا لها طاقه سلبيه، بتقول لك بيتنمروا عليا وبيتريقوا عليا في وسط اي حد. دي برضو دي بالنسبه لي حاجه غلط. في نفس الوقت اما انت شايفه ان البوينت دي عندهم معاكي، لا ما تركزيش عليها وركزي انت عايزه ايه. هنصحها تروح لدكتور نفساني وتعالج نفسها، وباذن الله تبقى كويسه وتقدر تحقق احلامها. طبعا انا مش معاها انها تنتحر خالص، مهما كانت الحياه قاسيه، لكن هي ما تفكرش في موضوع الانتحار ده خالص. بقول لها لهاجر يخوفوا من مشاكل شويه، ودي طفله لسه عندها 17 سنه، ما ينفعش التعامل اللي بتعامله ده واللي بتشوفه مع اهلها باباها وماماها. ليه تقطع شرايينها وتقطع، ليه تنتحر يعني؟ عشان ايه؟ ده حرام اولا، وثانيا ان هي تعيش شبابها احسن من كده. المشكله في المجتمع، المجتمع اللي حواليها هو اللي عايز يحتويها بس ويضمها لصدره وفهمها بالراحه. اقول لها لا خليه عندكم رحمه شويه، دي بني ادمه ويكون في ادميه عندكم واتحملوها لحد ما تطلع من اللي هي فيه. والله حضرتك قصه هاجر انا شايف ان هي مفيش ام بتكره بنتها، انت فاهم؟ هي ممكن تكون بعيدة عن ربنا شويه، بس يعني اللي انا عايز اوضحه لها اللي هي تقرب من ربنا شويه ان شاء الله الدنيا تبقى تمام معاها. وانا من رايي ان هاجر يعني مظلومه في حته المشكله العائليه دي، وما تشغلش بالها مثلا بالمشاكل العائليه دي، وهي طبعا عندها طموحات واحلام، فلازم ان هي توصل للطموحات دي. ها يا دكتور، يعني اغلبيه الناس قعدوا يقولوا ان هي ممكن تتعالج نفسيا وبقى في وعي مجتمعي، ولا ده عشان قدام الكاميرا؟